أجمل نساء العالم وأكثرهن شجاعة وقوة، هذا ما نعرفه عن سيدات روسيا، لكنهن لا يقارن بفتيات قبائل الشركس، الشعب الروسي المسلم، فائقات الأناقة وخارقات الجمال، وكلمة منهن تنهي أبشع المعارك بين أشد الرجال. عجزت ألسنة أعظم فلاسفة الغرب والعرب أمام سحر عيون الجميلات الشركسيات، حتى أمهر الرسامين لم يستطيعوا تقليدها، فظلت اللوحة ناصعة البياض كوجوههن الملساء. قد لا تصدق هذا الكلام، لكن وإن صادف أن كنت مطاردا في أراضي قبائل الشركس، فما عليك إلا أن تأوي إلى أي امرأة شركسية ليحرم عندها المساس بك وتسلم نفسك، فتجرب الحياة وسط هذا الشعب بين أغرب العادات والتقاليد وبين أبهى صور الإسلام. والآن لنتعرف أكثر عن شعب شركس روسيا وعن عاداته، ونجاوب عن أهم الأسئلة: كيف تعامل الفتاة الشركسية عندهم؟ ولماذا يعتبرون حريتها مقدسة؟ هذا ما سنكتشفه، فابقوا معنا. وطبعا كالعادة نذكركم بالاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس. ذكرى أليمة بدموع حرب دامية. حضارة تاريخها يتجاوز حد 6000 عام، تؤرخ مسيرة أحد أوائل سكان القارة العجوز، لكنك ستجدهم في كل بقاع الأرض وسط بلدان العرب والأتراك. رغم أن الأراضي الروسية تظل مركزهم الرئيسي، إنهم قبائل الشركس أحد أقدم الشعوب في هذا العالم، ومن أكثر المتضررين من حروب الاحتلال على مر التاريخ بسبب موقعهم الجغرافي، إذ إن أصلهم يعود لبلاد القوقاز المحاصرة من روسيا القيصرية شمالا وتركيا جنوبا، فيما يحدها البحر الأسود من جهة الغرب وبحر قزوين شرقا. وبالوقت الذي عاشت فيه هذه القبائل الـ12 حكما ذاتيا مسالما، حلت الكارثة عليهم بداية من القرن العاشر، حينما تعرضوا للاحتلال من عديد الشعوب مثل الإغريق والرومان والمغول وتتار القرم والأتراك وغيرهم، ما ساهم في تحول أعداد كبيرة من الشركس من المسيحية إلى دين الإسلام، قبل أن تتغير بوصلة معارك الإخضاع إثر دخول الروس للمنطقة عام 1763، وذلك بعد أن تكررت مطالب حكام بلاد القوقاز الذين اختاروه محلا لهم أمام بطش الغزوات الفارسية والتركية، بيد أن روسيا بدورها أعلنت تباعا منطقة شمال القوقاز مقاطعة روسية، فما كان من خيار لقبائل الشركس إلا المقاومة المستميتة ضد الهيمنة الروسية، وهو ما فشلت فيه عندما انهزم قائدهم الإمام شامل الدغستاني في عام 1859. إلا أن روح المقاومة الشركسية في غرب القوقاز قد واصلت مسعاها نحو حريتها، الأمر الذي أثار غضب السلطات الروسية لترد عليهم بحملة لإعادة التوطين عنوة باتجاه الشرق. طبعا لم يكن ذلك باليسير على أي طرف في ظل حرب دامية تجاوزت 100 عام، لكن وفي 1864 أعلنت روسيا بشكل نهائي سيطرتها على جميع الأراضي القوقازية، وبذلك تفرق شعب الشركس بين من هاجر للدولة العثمانية أو للدول العربية، وبين من فضل البقاء تحت الحكم الروسي في جمهوريات ذاتية الحكم. إذ تشير بعض الإحصائيات المجراة بنهاية القرن الماضي إلى أن حوالي 165,000 من مجموعة الآديغ المعروفين بالشركس الحقيقيين قد اختاروا العيش في جمهوريتين روسيتين هما أديغيا وقراتشاي تشيركيسيا، حيث يعولون في حياتهم بشكل كبير على الزراعة والأنشطة الطاقية بفضل ثروة النفط والغاز الطبيعي، بينما تمركز تقريبا 345,000 من القابارد أي الشركس الأعلى في جمهورية قابردينو بالقارية الروسية المعروفة بالفلاحة أساسا، مع بعض الأنشطة الصناعية الأخرى كصناعة الآثاث والملابس. عادات وتقاليد غريبة.
على الرغم من أن الشركس شعب مسلم كريم يشهد له بعزة النفس والكاريزما، إلا أن له من العادات والتقاليد ما قد تكون بالنسبة لنا أغرب من الغرابة نفسها. فعلى سبيل المثال، نحن نعيش الآن في عام 2023 وفقاً للتقويم الميلادي، أليس كذلك؟ حسناً، بالنسبة للشركس الأمر مختلف تماماً، فهم في زمن آخر بعيد عنا بحسب تقويمهم، بما أنهم قد احتفلوا قبل شهرين من الآن، وتحديداً في 22 من مارس 2023 بحلول العام 6232. والعجيب أنهم من خلال يوم رأس السنة يتوقعون مصير عامهم، وذلك عبر الطقس، فإن كان يوماً مشمساً وصافياً فسوف يعم الخير عليهم، أما إن تساقطت فيه الأمطار والثلوج فلسوف يصيبهم جفاف يفسد موسم الحصاد. وبعيداً عن مشاكل الطقس، فقد غير الإسلام من جهة أخرى أساسيات الاحتفالات برأس السنة، فبعد أن كان الشركس يحتفلون لثلاثة أيام متواصلة، تقلصت المدة ليوم واحد فقط، وبات كبار السن يعمدون إلى قراءة القرآن والأدعية والصلاة قبيل نهاية الليلة السابقة بسويعات وحتى ظهور فجر يوم 22 أول أيام السنة الجديدة، اليوم الذي تبدأ فيه احتفالات الشركس بفتح أبواب منازلهم وتعبئة موائدهم بأشهى الأكلات، وفي مقدمتها رأس مطهو من الماشية الغنم أو الأبقار أو على الأقل لحم الدجاج، بشرط أن يكون أسود اللون، كونهم يؤمنون بمقدرته على حمايتهم من القوى الشريرة. ثم لاحقا يتوجهون لحضور بقية مراسم العيد كالرقص والغناء مرتدين أبهى ملابسهم التقليدية، بالإضافة لإقامة مسيرة شموع بقيادة زعيم القرية الموكل إليه قراءة دعاء رأس السنة الشركسية والصلاة تضرعا لله حتى يرزقهم بموسم حصاد مثمر. جمال فتيات شركس روسيا. عزيزي المشاهد، هذه مشاهد قد لا تتحملها بعض القلوب والعيون، فهذا الجمال أقرب للخيال، لكن وبعيدا عن المزاح فأنت لست بأول المندهشين، فغيرك من الفلاسفة والشعراء قد جفت أقلامهم في سبيل التغني بالجميلات الشركسيات، إذ تتميز فتيات قبائل الشركس بجمال الوجه وبخاصة العيون، كما أنها ترتدي أفضل الملابس وأبهاها مع الحفاظ على سمة اللباس المحتشم. وبجانب هذا، من المعهود عليهن تصفيف شعرهن في شكل ضفائر تزين الرأس، كونه من المكروه في الثقافة المتوارثة عن الشراكسة ترك الشعر طليقا منسابا. بأي حال، تحظى النساء عند الشركس بمعاملة خاصة تصل لحد تقديس حريتها، حيث يفرض على الرجل مثلا إذا ما كان ممتطيا حصانه الترجل عنه والبقاء واقفا حتى تمر المرأة، بل ويحذر تنفيذ أي عقاب أو قصاص في حال تواجد امرأة شركسية بالمكان، بل أن حريتها لا تتوقف عند هذا الحد، إذ إن أهلها ليس لهم الحق في اختيار عريسها، ويمنع عليها ممارسة أعمال الفلاحة أو الطبخ أو أي شيء من الأعمال المنزلية، بينما توكل كل تلك الأعمال لأشقائها الذكور إلى أن تتزوج وتصير على ذمة زوجها. وفي ظل ما يدور في عقلك من تساؤلات حول السبب في منحها هذه الامتيازات، عليك أن تفهم أن الفتاة عند شعب الشركس تمتاز بعديد الصفات النبيلة كالإخلاص والحياء وعزة النفس، حتى أن معنى كلمة فتاة في لغتهم هو مانحة الروح، المعنى الذي جعل منها في ثقافة الشراكسة العنصر الأهم في المجتمع، كونها ابنة وأماً وأميرة. فما رأيك بشعب الشركس الروسي المسلم؟ وهل ترغب في التزوج بأحدى الجميلات الشركسيات؟